عندنا بالعراق ارتفاع درجات الحرارة بشكل جدا كبير، تصل إلى 50 أو 52 درجة مئوية. وبالحلقات السابقة ذكرت وقلت أنه بمحافظة الديوانية شهدوا زخات مطر بفصل الصيف وبشدة ارتفاع درجات الحرارة. أما اليوم بنفس الموضوع وتضارب درجات الحرارة وتضارب المناخ اللي عندنا بمحافظة نينوى بربيعة نينوى، بينما هذا الصيف يضرب بدرجة 50 درجة مئوية وحر جدا كبير، شهدت محافظة ربيع نينوى أيضا سقوط لزخات المطر بالعراق. ولحد اليوم ماكو أي تفسير لهذا التضارب المناخي الكبير اللي عندنا صار ببعض محافظات عراقنا الحبيب، بينما ترتفع درجات الحرارة هناك زخات لبعض محافظات عراقنا الحبيب بالمطر. خلينا نشوف وياكم أيضا هذا الفيديو. يعني يمكن اي شخص يشوف هذا الفيديو ما يفكر انه بفصل الصيف ولا بهذه درجات الحراره المرتفعه اللي توصل الى 50 درجه مئويه، بالتالي يفكر انه فصل الشتاء يعني مطر والطقس جدا طبيعي وشتاء. لكن تضارب المناخ اللي عندنا اللي يصيب بعض محافظاتنا هذا اللي اليوم ما له اي تفسير، والكل مستغرب من ارتفاع درجات الحراره وهطول الامطار. وقلت لكم انا بالحلقات السابقه اخذنا نفس الفيديو لكن بمحافظه الديوانيه، واليوم يحدث نفس الفيديو وهطول أمطار بارتفاع درجات الحرارة بمحافظة نينوى. يعني سبحان الله بتضارب المناخ اللي يحصل بعراقنا الحبيب بكل محافظاته.